كابتن حسين عبد الدين مساعد مدرب الاحمال. يعني كابتن احمد فتحي شارك في جزء من المران، ويعني يعني واضح ان هو جاهزيته الفنيه والبدنيه كل يوم بتزيد للحق بمباراه الاسماعيلي يوم 2 من الشهر القادم. ولو ان طبيب الفريق دكتور خالد محمود اكد ان موقف فتحي هيتحدد يعني بعد عوده البعثه من بتسوانا. احمد فتحي بيغيب بسبب اعلان تعادل بالضم عن مباراه تاونشيب. الجهاز الفني بيلحق او بيحاول تجهيز اللاعب للعوده لمباراه الاسماعيلي ان شاء الله. كمان دكتور خالد محمود كان ليه تصريحات النهارده ان هو بينتظر التقرير من الطبيب المعالج لكابتن رامي ربيعه. يعني رامي ربيعه رجع من المانيا منذ ايام، لكن هو منتظر تقرير علشان يحدد البرنامج التاهيلي للاعب عن يمشي عليه خلال الفترات او الايام القادمه ومدى حاجته للعوده من المانيا من جديد. بكل الاحوال رامي ربيعه لن يعود مره اخرى للمباريات الا منذ او مع حلول شهر يناير القادم، زي ما حضرتك عارف هو متأيد في قائمه الانتظار. ايضا الاهلي نفى كمان التفاوض مع لاعبين من صن داونز الجنوب افريقي، لان بعض الصحف تحدثت عن تفاوض النادي الاهلي